والله الواحد بيدخل الموقع بيبقى مش عارف يشتري ايه ولا ايه، بس انا بحرص ان انا اشتري الحاجات في السيل طبيعتي الشخصية، وبشتري الحاجات ان انا ببقى محتاجاها. فانا هوريكوا دلوقتي بس كاتبين لاست تشانس، يعني الحق نفسك الحق نفسك واشتري الحق نفسك. بصوا الفرنسي طبعا انا كنت عامله عليها سيرش عشان اشتريها، لقيت الابيض هو اللي عليه سيل. بصوا 150 جنيه، بس الاسود ب 250 جنيه، وانا كنت عايزه الاسود. فانا هستنى بقى لما الاسود ينزل عليه السيل. طيب بصوا انا كمان اشتريت دي فوزه كده صغيره مقاسها حلو، احط بقى فيها زرع او احط فيها اي حاجه على التسريحه. مقاسها 9 سنتي، والماتيريال بتاعتها حلوه لما شفتها، بس ما تتعرضش للميه. تمام، انا كتبت في علامه السيرش اللي فوق دي كتبت كلمه رف، قلت اشوف هيطلع لي ايه. طلع لي عده ارفف باشكال والوان مختلفه، فانا اشتريت ده لحجمه الكبير عشان استخدمه في المطبخ اهو. انا اشتريت منه حجم صغير قبل كده، عجبني الماتيريال بتاعته جدا فاشتريت الحجم الكبير، اشتريت الصغير كمان. الكبير مقاسه 32 × 18 × 16 ولسه مركبتوش طبعا عشان لسه شارياه. نرجع بقى مع بعض كده، انت رحت فين؟ استنى، بعد كده بقى اشتريت الصغير ده كمان، ده ب 95 جنيه، مقاسه بقى نص التاني بالظبط، يعني بص الاتنين محطوطين فوق بعض النص بالظبط كده. تمام، وبيكفي 3 برطمانات عراض محترمين ولاد ناس. طيب تعال نسرش كده على كلمة صينية، صينية تعال نشوف هيطلع ايه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، طلع لي حاجة. انا حاسة ان اللي ماسك الموقع ده، بصوا والله طلع حاجات اهي انا عجباني قوي دي، بس انا ما اشتريتهاش اهي، شفافة لونها ابيض شفاف، انا ما اشتريتهاش بقى، ممكن ابقى اشتريها بعدين ممكن، يعني مش عارفة. بصوا في صينية دهب دي برضه عجباني جدا بس غالية شوية. صينية انا في صينية معينة بدور عليها اللي هي الدانتيل، اللي هي اخت البرطمان اللي انا شارياه ده. بص انا حاسة ان اللي عامل الموقع ده هيطلع يلهفني قلمين على وشي بسبب السيرش اللي انا بعمله، بس هما بيفهموا، المهم انا بكتب صح وبيطلع النتيجة. بصوا يا جماعة في صينية دانتيل كده بتبقى لونها ابيض مستطيلة شوية، فانا مش لاقياها خالص، فحاول ادور عليها. وانتوا بقى اتفرجوا مع نفسك عشان وقت الفيديو ما يروحش مني. طيب يا جماعة انا اشتريت المفرش ده، ده عبارة عن مفرش ممكن يتحط على السفرة او يتحط على السفرة برضو، بس انا هحطه على ترابيزة الانتريه عشان انا بعتبر ترابيزة الانتريه هي السفرة، مبنقعدش على السفرة اصلا. بصوا ده مقاسه 130 × 35، فهو مقاسه حلو. كل ده هنشوفه على الحقيقة دلوقتي. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم صوره سيد. فيديو النهارده بتكلم عن مشترياتي من ايكيا. انا كنت هعمل الفيديو ده قبل العيد بيومين او حاجه، كنت هحطه يعني في سلسله تجديدات العيد، بس لاحظت ان ايكيا عامله سيل بيبدا من 25% لحد 70% على الموقع وعموما، فقلت لا انا هعمل الفيديو ده دلوقتي يعني علشان تلحقي لو انت عايز تشتري حاجه في السيل تشتريها، ولو انت معاكي شويه فلوس كده عايز تشتري حاجه بيها تشتري. فقلت اوريكم الحاجات بتاعتي دلوقتي. طيب تعالي بقى نشوف الحاجة على الحقيقة. بصوا هنشوف اول حاجة معانا اللي هي الصينية اللي انا مش لاقيها على السيرش اصلا اهي. دي لما بشوف صورها بحس ان هي كبيرة، بس هي مش كبيرة خالص، هي صغيرة خالص يعني بالظبط على قد كف ايدي. فيها تفاصيل يعني فيها على الصورة اهي، دي التفاصيل بتاعتها. ماشي، ده اول قطعة معايا. تاني حاجة انا جبت المنظم اللي هو بتاع المطبخ ده، العريض الكبير، الكتالوج والمسامير اهم، كل حاجة اهي، لسه بقى هركبه. بعد كده جبت الصغير بتاعه اهو، بصوا نصه بالظبط، شايفين
كده جبت الفوزه دي. الفوزه دي اهي على الحقيقه فيها التفاصيل بتاعتها اهي نفس الصينيه بالظبط، عصفوره واحده والباقي ورق. طبعا الحاجات دي ما تتعرضش للميه خالص اهو. بص ممكن احط فيها زرع او احط فيها اي حاجه، بس انا لسه ما اعرفش انا هستعملها في بالظبط. واخر حاجه جبت المفرش ده، جبته علشان هحطه على الترابيزه اهو. ده الكتالوج بتاعه، هي قماشته جايه على قطن شويه، وكاتبين على الموقع بتاعه ان هو لونه ما بيغيرش مع الغسيل، فانا لسه ما جربتش الموضوع ده. وهو طوله 130 سنتي، فهو طوله حلو اهو. الوانه اللي هي الوان الاساسيه كلها، يعني انت لو جبتيه هيليق معاكي على كل حاجه، لان فيه البيج والرمادي والاسود والابيض اللي هي الالوان الاساسيه في اي عفش. تمام، وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبك المشتريات وعجبك التفاصيل اللي انا قلتها واستفدت منها، واعملي لي لايك واشتراك على القناه، الزر الاحمر تحت الفيديو دوسي عليه بسرعه، واستنوني الفيديو الجاي. يلا باي باي.